شيخ عبد الله، ما معنى أن السياسة من صميم الدين؟ السياسة التي يعنيها هي مصالح العباد، ومصالح العباد الشريعة جاءت لمصالح العباد كما يقول الشاطبي. حلف الفضول الجديد الذي تدعونا إليه، ما هي أبرز معالم هذا الحلف؟ اختلاف الديانات واختلاف الأعراق واختلاف المذاهب والمشارب لا يمثل عقبة أمام حلف للقيم. كيف ترى علاقتنا بهذا الماضي؟ لأن التراث يقدم إشارات مختلفة وعبارات قد يولها الرأي متعارضة، لكن هناك جوهر لهذا التراث. إشكالنا هو أولا عدم استيعاب النصوص، ثم التجزئة، أن نأخذ بجزئية بدون أن نراجع أو نرجع إلى الجزئيات الأخرى، وهذا إشكال كبير، مع أن الشريعة كما يقول الشاطبي هي وحدة واحدة. حلقات خاصة خلال شهر رمضان مع رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة الشيخ عبد الله بن بيه في حديث العرب مع سليمان الهتلان.